للوسع انا ما شبدك شي. لا سلامتك. الله يسلمك. راح على الضيعه؟ اي طالع كم يوم شوف اهلي وبرجع. شو ليلي؟ شو بكي؟ راجع لتودعينا ما؟ خلاص. طيب روحي بس جيبي لي معك هذا الأطراميس تبع المكدوس اللي بتعمله امي، بتطلع كثير طيب. على عيني وراسي. تبي على حالك. ماشي. قومي قومي، ما بدي ابكي، جاي وسام. قومي. يلا باي. جمعتنا الصدفة وصرنا. رفقة على طول بقينا. وينو هذا التاني كمان؟ سؤال بسيط. تفضل. كيفك مع الشاورما؟ كتير صعبة. تسمحي لي لديكي شاورما اليوم؟ نتغدى شاورما. ما بتسكروا الباب بالعادة؟ يعني كل صلاه البلد محجوزين لاخر الصيف؟ اي مستحيل يا حبيبي، لقينا حجز بصاله بس هذا الحكي بعد اسبوعين. بعد اسبوعين؟ ايه ممتاز حبيبي، بنتجوز بعد اسبوعين. شلون ممتاز نور؟ يعني ما بدنا نلحق نجهز حالنا شوي؟ حبيبي امورنا كلها جاهزه وبابا جاي من دبي بعد اسبوع بالضبط. خلص اعمل حجز الصاله فورا. والله ما بعرف. شو ما بتعرف وائل؟ ان شاء الله الف مبروك. لقيتوا صاله فاضيه؟ لقينا صاله بس بعد اسبوعين، يا اما بنضطر ناجلها للشتويه الجايه ونور مو راضي يعني ناجلها. بعد اسبوعين؟ قديش بيكون بالشهر؟ يا ستي بيكون بالشهر 28. ايه 28 بيكون. مستحيل. ليش مستحيل امي؟ خير 28 الشهر مستحيل. بيصادف ذكرى وفاة مرت خالك. مرت خالي رجاء توفيت؟ مو رجاء، مرت خالك اللي قبلها. يمكن انت ما بتتذكرها، كان عمرك 5 سنين لما الله اخذ امانته، بس انا بحس هاليوم كأنه مبارح. الله يرحمك يا نبيلة. ايه طنط، بس الله يرحمها، بس الحي ابقى من الميت، وانا بصراحة ضد فكرة التأجيل اكتر من هيك. مو حاجتنا تأجيل وائل؟ شو عم تحكي انتي؟ المرحومة كانت مثل اختي الكبيرة. الله يرحمك يا نبال. نبيلة ماما نبيلة. تذكرت حبيبي؟ يا لطيف شو كانت تحبك وتدللك. كان منى عينها تشوفك عريس. الله يرحمها. ايه لا بقى، لا هيك كتير. يعني طانت بدك 270 من المعازيم من طرفك و80 من طرفي؟ ما حكينا شي. بدك بدل الورد الطبيعي ورد صناعي لأنه أرخص؟ كمان ما حكينا شي. وبدك بدل الوجبات بوفيه مفتوح لأنه أوفر لك؟ كمان ما حكينا شي. بس توصل فيك القصة تأجل العرس لأول الشتوية كرمال وحدة مانك متذكرة اسمها؟ لا هيك كتير كتير، ما تخينة. شوف أستاذ وائل، ولا قلك أنت مالك علاقة. شوفي طانت، أنا بصراحة ماني مستعدة أجل العرس أكثر من هيك. يعني يا منعمل العرس بعد أسبوعين يا أما نفرط القصة كلياتها، يعني بالمشرمحي ما في نصيب. فقرر أستاذ وائل ولا قلك قرري طانت يعني، وتحديداً شوفي شو هو ممكن ياخد قرار بخصوصه، تاخدي قصدي قرار بخصوصنا، وابقي خبريني رقمي معه خليه يعطيك إياه. تعرفه ما؟